معانا الاستاذ امين جمال مؤلف مسلسل مداح. اهلا بيك يا فندم. اهلا استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ وسلامي لاستاذ حماده واستاذ هبه واستاذ سهر مع حضرتك. انا طبعا ما ضايقتش على الاخوه الممثلين اللي معايا لان هم ما لهمش ذنب. يعني ايه؟ هم مش هم اللي كتبوا ولا حطوا الفكر، انما انا عايز اسالك انتوا وصلتوا للفكره الكامله دي ازاي؟ انا عرفت ان انتوا اكتر من واحد كتبتوا في المسلسل، وصلتوا للقناعات دي ازاي؟ انا كان طول الوقت بفكر هو ده مسلسل خيالي ولا مسلسل حقيقي ولا مسلسل تشويقي؟ يعني هو يدرك تحت ايه؟ لانه لو خيالي ده موضوع ولو حقيقي ده موضوع تاني. لا، هو في البداية أولا بشكر أستاذ أحمد سمير فرج المخرج لأن له دور كبير جدا معانا، وبشكر شركائي في التأليف شريف يسري ووليد أبو المجد. المسلسل يجمع يعني من الموضوع، لا في حقيقة بنسبة كبيرة جدا، لأن احنا كان مرجعنا كان دايما القرآن والأحاديث، يعني لدرجة إن في موضوع زي موضوع الجمل ومخلوق من النار، فحتى كانت مستغربة جدا وكانت دي معلومة جديدة عليهم. لا، ده واخدينه برضو من حديث، فكرة إن الجمل مخلوق من النار، فدايما ده كان مرجعنا طول الوقت، القرآن والأحاديث، وإن الجن مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل ومذكور في القرآن، فده عالم موجود ما نقدرش ننكره، ومحدش يقدر يعني يقول لك لا ده عالم خيالي، لا ده عالم موجود ومذكور في الكتب السماوية كلها. أنت نص الممثلين اللي في المسلسل ده شياطين مجسدة، يعني احنا حتى كمال ابو ريا في الاخر اكتشفنا ان هو ايضا برضو من مدرسة الاخت مليكة، فهل ده موجود برضو؟ ده مذكور انه في شياطين يتم تجسيدها؟ يعني الست بعد الدور هي شيطانة والصبح رئيس مجلس ادارة شركة، في كده يعني؟ في جزء من ده، ما انا زي ما بقول لحضرتك في جزء خيالي وفي جزء حقيقي. لا موجود طبعا، الشياطين بتتجسد في صوره بني ادم، ده موجود وده ذكر في موجود عندنا، موجود عندنا في القران، فكره ان الشياطين موجوده حوالينا ده موجود، فكره ان الجن موجود طول الوقت موجود، وزي ما قال حماده كمان فكره ان الحسد ده شيء اصعب من السحر، يعني السحر انت ممكن تعالجه في الاخر برؤيه، ممكن تعالجه باشياء، لكن الحسد طول الوقت، يعني ما فيش حد فينا بيقول لك لا انا اتحسدت مثلا بسبب ان انا دلوقتي انا بعمل برنامج مهم فحد بيذكر اجر ده، او حد بيذكر فلان عمل مسلسل مهم ونجح فبيجي بعدها يقول لك انا اتحسدت، فده شيء موجود اساسا. خد عين، اتضرب عينه، اخد عين، ايوه. فهو احنا كان دايما مرجعنا في الاول والاخر القران، ان هو طول يعني الحاجه دي موجوده ولا لا، او خيالنا كان جزء كبير جدا، كان في خيال طبعا من عندنا في جزء كبير، بس طول الوقت حتى انا كنت بتابع السوشيال ميديا كان حتى هم طول الوقت الناس فاهمه، الناس تدخل ترد على بعض يقول لك لا هو ده بجد موجود، فيخشوا هم الناس يردوا بالحديث او يردوا بالايه او يردوا، يعني طول الوقت يعني الناس كانت متابعه وكانت عايشه. يا استاذ امين، كم في المية انا كبني ادم لازم اصدق ان اللي انا شفته ده في المسلسل موجود؟ اصل اجابتك على السؤال ده هتغير حياتي، يعني انا هبتدي اتعامل من بكره في الحياه بشكل تاني خالص. يعني نقدر نقول مثلا 90%. ايه؟ كم؟ 90%. 90؟ 90%. 90% اللي هو يا استاذ امين، انا اسف استاذ عمرو. هو مداح نفسه مش مصدق. بلاش انت تتكلم دلوقتي، انت ممكن تبص في عين اللي قدامك يا حماده دلوقتي من كتر ما الشخصيه لبستك تقول ده عليه حاجه ولا ده معلوش حاجه. لا لا مش يعني ممكن تعمل ده معانا دلوقتي يا حماده. لا 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 يعني مش امين على فكره شيطان. امين شيطان؟ ده مش امين الحقيقي كمان. يعني حتى امين مش موجود. استاذ امين الف مبروك، مسلسل ناجح جدا، ونطلب جزءا ثالثا. يعني انا شخصيا عايز جزء ثالث، نخلص على كمال ابو ريا بقى. باذن الله، باذن الله، يعني احنا في فكره للموضوع دلوقتي وشغالين عليها، وباذن الله ممكن في خلال ايام الجايه هيتحدد ده ان شاء الله. شكرا استاذ امين جمال، احد مؤلفي مسلسل المداح. خلينا نطلع.